هقول لكم مشكله كبيره جدا احنا تعرضنا ليها كبرنامج وماذا بعد قبل الهوا. احنا بنتكلم على ان في بعض المشاهد والايحاءات غير لائقه في افلام الكرتون المقدمه للاطفال. يعني ممكن البعض شايف الكلام ده عادي وسمعه قبل كده وشافه ويقول انت بتقولي ايه، ده حاجه احنا عارفينها خلاص من زمان، دي مش معلومه جديده. وممكن البعض اللي سمعني دلوقتي يصدم يقول لي فيلم كرتون مقدم للاطفال وفي ايحاءات جنسيه. لا، انا عايزه اقول ان مش ايحاءات جنسيه، في مشاهد جنسيه بتقدم للطفل من افلام الكرتون. احنا مفروض اخترنا كم مشهد اعتقدنا ان هو ممكن يعني انا عايزه بس اوصل الرساله واقول للامهات والاباء ولكل المؤسسات التربويه ان الكرتون لا مش كرتون، ما بقاش كرتون. مش انك انت تقعد ابنك او بنتك على فيلم كرتون وتطمن وتقول لا تتفرج على فيلم كرتون، لا الحمد لله مش هتشوف اي مشهد وحش او تسمع اي لفظ وحش زي ما احنا بنشوف في المسلسلات. لا، انا عايزه اقول لك، انا كنت عايزه اوصل الرساله دي ان في بعض المشاهد والالفاظ في افلام الكرتون اخطر واكثر صدمه واكثر يعني كارثيه وخروجا عن كل ما يمكن ان يقال دين واعراف وقيم واخلاق وتقاليد داخل افلام الكرتون. اخترت بعض المشاهد وقلت بس انا عايزه اوصل الرساله. ابسط المشاهد، ابسط المشاهد الاداره رفضتها، قالت احنا مش ممكن نعرض المشاهد دي، مش ممكن، كرتون. انا بتكلم على مستوى كرتون، ما بتكلمش على مستوى درامي ولا سينما ولا برنامج مقدم على شاشه التلفزيون، لا انا بتكلم على فيلم كرتون مفروض ان هو معمول للطفل. فلما يبقى المناظر دي الفيلم كرتون معمول للطفل، نشوف بس مشهد بسيط اللي سمحت الاداره بيه، يعني اللي سمحت الاداره بيه نشوف. اقول لكم ان المشهد ما يتبقى من هذا المشهد غير مقبول على الاطلاق، غير مقبول على الاطلاق. مش مشهد واحد، احنا جبنا اكتر من كرتون معروف ومعروف في الوطن العربي، وجبنا مشاهد من غير مقبوله على الاطلاق، لا بصوت ولا بصوره ولا نضلل ولا ما ينفعش. حاولنا كل بس عشان اوصل الرساله، يا جماعه المشهد اللي احنا شفناه ده في فيلم كرتون ما ننزعهوش مره ثانيه، يعني بس ده كفايه. لا، لان ما يتبقى بقى من المشهد ده انا مش عايزه اقول لكم، يعني انا هسيبه لخيالكم، وممكن اللي يجيبه خيالكم ما يبقاش زي الحقيقه. مهما تتخيلوا بقيه المشهد ده ايه، مش هتتخيلوا هو حقيقته ايه او اصله ايه. ده في كرتون مقدم للطفل. وعشان كده بنسال، هل تتوقعوا ان السلوكيات اللي بتيجي نتيجة رسائل غير مباشرة موجودة في محتويات مختلفة سواء كان برامج أو دراما أو أفلام سينمائية أو كرتونية مقصودة؟ مقصودة عايزين نمرر رسائل غير مباشرة عشان نغير من سلوكيات المجتمع، نغير من صورة المجتمع بشكل مقصود، مفروض ان هو يعني محطوط عدد سنوات معينة حتى نصل للدرجة ان احنا نشوف الحاجات دي ونقول ايه المشكلة يا جماعة فيها ايه. ما الطفل لازم يشوف الكلام ده، ما الطفل لازم يتعامل مع هذه الاشياء. يعني قدامنا كام سنة كده ونشوف الحاجات دي ونقول وفيها ايه يا جماعة، انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ ممكن دلوقتي حد بيسمعنا بيقول كده على فكرة، انتوا مكبرين المواضيع، ايه المشكلة فيها؟ معانا ابراهيم من؟